معنا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان وعضو الجمعية الآسيوية للوقاية من السرطان. ما هي الأساليب أو هي الطرق عشان نمنع سرطان الثدي؟ يمكن بداية كده أول حاجة بنقولها إن الغذاء السليم، والغذاء السليم ده معناها إن الواحد لما ياكل حاجات ليها علاقة فيها فاكهة كتير وفيها خضار كتير وفيها نسبة معقولة من الفيتامينات ممكن، لكن لم يثبت إلى الآن، لكن ممكن تقلل من الإصابة. حاجة تانية اللي عايز أقولها برضو ورسالة مهمة، إن الكشف الذاتي أو حتى الكشف بواسطة الطبيب دول للأسف ليس لهم قيمة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي. الطريقة الوحيدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي هو استخدام الماموجرام أو MRI زي ما قلنا في الأشعة المقطعية في حالات معينة اللي هي عندها الخطورة عالية. لكن الكشف المبكر لسرطان الثدي لا يعتمد بأي شكل من الأشكال على لا الكشف الذاتي بالنسبة للسيدة، يعني الست لما تقعد تفحص نفسها هي لن تستطيع بأي حال من الأحوال أنها تكشف أنها عندها سرطان. حاجة تانية أن برضو الجمعية الأمريكية بتنصح أن الكشف بواسطة الطبيب أو مقدم خدمة لن يؤدي إلى الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي. الطريقة الوحيدة أو الأداة الوحيدة هي الماموجرام أو استخدام الأشعة المقطعية عشان الكشف المبكر لسرطان الثدي. دي بس حاجة بسيطة جدا عن سرطان الثدي. أتمنى لكم طبعا كلكم أن ربنا يتمكم بكل صحة وبكل عافية، وما حدش يشوف لا سرطان ولا خلافه، وتستمتعوا بصحتكم وحياتكم إن شاء الله، وعمر مديد لكل السيدات، وربنا يخليكم جميعاً.